يقول: ما حكم من يعلق على سيارته أو على دكانه كلمة ما شاء الله تبارك الله، وهل يعتبر من تعليق التمائم؟ نعم، تعليق الأذكار والآيات والدعوات على المحلات أو على السيارات، كل هذا من تعليق التمائم. قل هذا بلسانك، قل ما شاء الله بلسانك، تحصل الأجر ويتصح عقيدة، ولا تعلق هذه الأشياء. نعم.